احنا بنعرف انه البنات ما كتير بيتضوا عليهم بعالم الباسكت. الشغف تبعي هي انا انه انا جرب اعمل نتيجه بالضوء مثل ما عملنا بالبي قد ما فينا. الشغف اللي كان بعينان لعيبتي انه يطلع من البي للاي هو اللي دفشنا اس كوتشنج ستاف انه نشتغل ونحضر قد ما فينا. لما ربحنا البي اثبتنا انه نحن منتخب لبنان البنات مطرحنا مش بالبي، مطرحنا بالاي مع الفرق الكبيره. فيزيكال ترينر المنتخب كريستيان جنبك. هلا نحن بالتحضيرات عم نجرب قد ما فينا نحافظ على الليفل تبع الصبايا، لانه مده التحضير بتسمح لنا بس نقدر نضل محافظين على المستوى ومن بعدهم قد ما فينا عن الاصابات. صراحه بعد اللي شفناه بالديفيجن بي الصبايا كانوا منتلي جاهزين، وباذن الله بالتحضيرات اللي عم نساعدهم فيها حيكونوا جاهزين اكثر للديفيجن اي. I think they're very smart. قادرين انه يعملوا كل الاكزكيوشنز اللي بدنا اياهم. بنات كثير كثير منيح بلبنان، هوبفلي بيقدر يفيد المنتخب بالاستحقاق اللي جاي. كثير مهم تكون سيدة بمركز as a manager أو as a coach أو as a physio أو as a trainer. البنات بيرتاحوا، البنات بيكونوا قراب لبعض، بيخبروا الكونسيرنز تبعهم لبعض، بيفهموا بعض. مهم البنات as empowerment، as تشوفي رول مودلز، مثل ما بتشوفي لعيبة واصلين، حلو تشوفي إدارية واصلين، إدارية عندهم قرار، إدارية قادرين يعملوا امباكت بالسكتر خصوصي تبعنا الباسكتبول. نحن فينا ونحن منغير ونحن لازم نكون بهالمراكز لأنه نحن آخر شيء نص المجتمع. ضروري كثير مهم يكون في معالج فيزيائي على أرض الملعب بالتمرين وبعد التمرين وبالجيم تنحمي اللعيبة. أتمنى ما يكون في أي إصابة، يعني نروح ونرجع ولا إصابة أم بأقل ضرر ممكن.